alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On the behalf of Futurist Institute, it is a great honor to welcome you today to the opening ceremony of the Algerian edition of the Arab IoT and AI Challenge. I'm Sara Abu Abdallah, a professor of English communication skills at Futurist Institute, and it is indeed a great honor to moderate the event. We are on live stream now on different social media accounts, including Facebook and YouTube. We hope you will enjoy the watch. أستاذ الحضور، أرحب بكم جميعاً ضيوفنا الأعزاء والأساتذة والطلبة الكرام في هذا الحدث العلمي الذي تحتضنه الجزائر لأول مرة. يسر الجامعة الخاصة Futurist Institute أن تنظم هذا الحفل الافتتاحي لتحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في نسخته الأولى في الجزائر. تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي هو عبارة عن برنامج إقليمي لاحتضان الأفكار البناءة والمبتكرة لطلاب الجامعات والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ومجالات أخرى ذات صلة، ويشارك في هذا التحدي المتأهلون إلى النهائيات من التحديات العربية المحلية المقامة في 12 دولة والمتمثلة في الجزائر، تونس، المغرب، مصر، الأردن، فلسطين، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، عمان، البحرين، قطر، ولبنان، والتي ستقام كعادتها في جايتكس تكنولوجي بدبي في الفترة ما بين الرابع عشر من أكتوبر من العام الجاري. بما أن هذا التدريب لهذه المسابقة سيكون باللغة الإنجليزية، سيتم استعمالها في هذا اللقاء حيث يتطلب الأمر. يشرفني اليوم حضور هذا الافتتاح كل من الدكتور نور الدين واضح، Director of Ministry of Knowledge, Economy and Startups in Algeria, Dr. Uqba Hashani, General Director of Algerian Startup Fund, Mr. Mohammed Aboud, CEO of Global Innovation Entrepreneurship, Mr. Mustafa Hussein, Manager of Arab IoT and AI Challenge Program, Dr. Iskandar Zouari, Deputy of Director EMP of Algiers, Mrs. Fatiha Slimani, Member of the Advisory Board of Futurist Institute, Dr. Fathi Khalfawi, Director Incubator of the University of Regla, Ms. Shada Al-Islam Manal, Managing Director of Interjects Startup Incubator Regla, Mr. Mohammed Isad, President of Futurist Institute, and finally, Dr. Lotfi Bilkhir, the Academic Director of Futurist Institute. ننتقل إلى كلمة الدكتور نور الدين واضح، مدير الشركات الناشئة والحاضنة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وكذلك مدير اللجنة الوطنية للشركات الناشئة في الجزائر. فليتفضل مشكورا. الآن ننتقل إلى كلمة الدكتور عقبة حشاني، المدير العام لصندوق الشركات الناشئة الجزائرية. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. جد سعيد لتواجد اليوم معكم في هذا اليوم. أنت تسمعونني؟ أنت تسمعينني؟ ومونتوندي مدام؟ نسمعك سيد الكريم. أوكي سوبر. جد سعيد لتواجد اليوم معكم وفي هذا اليوم لتقديم ملخص، نبدا صغيرة ملخصة عن الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة، الذي يعتبر هو أول صندوق استثماري مخصص لمرافقة وتمويل الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة في الجزائر. نتج الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة عن طريق العمل بين الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والست البنوك العمومية الست، التي هي المستثمرة في صندوقنا، الذي يعد رأس مال الصندوق 1.2 مليار دينار جزائري. طريقة عمل الصندوق تعتمد على المساهمة في رأس مال مخاطر في الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة الحاملة للعلامة الناشئة، سواء علامة مشروع مبتكر أو علامة شركة ناشئة، وهي الشرط الأساسي للاستفادة من التمويل من طرف صندوقنا. يعتمد الصندوق كما قلت سابقا في ضخ الأموال عن طريق شراء حصص اجتماعية إذا كانت الشركة من ذات صيغة اجتماعية صار، أو عن طريق شراء أسهم
إذا كانت شركة سو فورم دو سوسيتي باغ اكسيون. بيان ايفيدامون بطبيعة الحال فترة استثمار فينتشر كابيتال اللي هو الصندوق الجزائري لتمويل مؤسسات ناشئة تكون في فترة محددة زمنية تتراوح ما بين 3 أو 7 سنوات بهدف تحصيل قيمة مضافة أثناء التخرج. نقوم بالاستثمار في الشركات، نضخ الأموال سواء في رأس مال الشركات أو عن طريق حساب جاري للشركاء بهدف تحصيل قيمة مضافة أثناء التخرج خلال فترة كما قلت سابقا تتراوح ما بين 3 إلى 7 سنوات. الغرض من هذا التمويل أنه نظام التمويل عن طريق رأس مال المخاطر هو نظام استثماري alternative، صادر alternative par rapport au financement qui offre par les banques et les autres sources de financement. اليوم اللي أعطى نظرة مبسطة أيضا على الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة اليوم استثمرنا في طاقات شبانية واعدة حاملة لمشاريع مبنية على الابتكار على المعرفة والتي تطمح إلى تحقيق قيمة مضافة حقيقية في الاقتصاد الجزائري. والهدف في المداخلة اليوم أن نعمل في مواصلة مشوار التمويلي الذي بدأناه بتطوير المحفظة الاستثمارية الحالية من خلال دعم المزيد من الشركات والمؤسسات الناشئة عبر كامل التراب الوطني. نحن اليوم لقد أغتنم الفرصة لشكر كل قائمين على فيوتشر انستيتيوت، ولقد سبق وتلقيت مع القائمين على هذا المشروع، وكما سبق وقلنا أننا الصندوق اليوم جد متعطش لرؤية ودراسة المشاريع التي حظت والتي ستحظى بالفرصة الكوتشينج وفرصة الدراسة في هذا المعهد الذي بعد اطلاع على المشروع حقيقة أأمل جيدا أنه راح يكون عندنا الكثير من المشاريع في المحفظة الاستثمارية مقدمة من طرف فيتوريس انستيتيوت. احنا اليوم سنواصل ما بدأناه سواء بإعطاء الفرصة لكل المشاريع القادمة من هذا المعهد الذي حقيقة أرى أنه بعد الاطلاع كما سبق وقلت على البروغرام دو سوا دو ديتود سوا النظره الاستشرافيه للقائمين على هذا المشروع سوا الاستاذ بالخير اللي احييه بالمناسبه، ونقول باللي كما تعهدنا ان الصندوق جد متعطش لرؤيه جميع المشاريع سواء سنقوم ممكن سواء جولات تمويليه سواء في ولايه سطيف او سواء على مستوى الصندوق لرؤية كل ما يقدمه المعهد من مرافقة ومن تكوين لحاملي المشاريع. لا أطيل كثيرا، عندي 5 دقائق فقط، يمكن بعد ذلك سنطرح مدة زمنية بتاتا مع الأستاذ بالخير لطرح التساؤلات على الميكانيميزات وأعطي أكثر تفصيل على تسكي تكنيك كل. نحن لا نسمع في الاستماع السيد عقبة. الآن ننتقل إلى كلمة الدكتور نوردين واضح، مدير شركات ناشئة والحاضنة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وكذا مدير اللجنة الوطنية للشركات الناشئة في الجزائر، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم، إن شاء الله كنت تسمعوا فيها مليح. سلام، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعيد جدا أني معكم في هذه المبادرة الحميدة. أولاً قبل كل شيء إن شكراً لكل الأطراف المنظمة على رأسهم فريق فيتوريس، كل أعضاء كل باسمه ومقامه. هذه المبادرة إحنا نبارك فيها لأننا نعي أهمية مثل هذه التكنولوجيات من جهة، ونعي كذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه الأطراف الفاعلة في نظام بيئي مثل حاضنات الأعمال على مثال حاضنات فيتوريس أو معهد فيتوريس. فالشكر موصول لكل من ساهم من قريب ومن بعيد في أننا اليوم وصلنا أن الجزائر تشارك في هذه المبادرة، الفريق الجزائري وحتى إخواننا في مصر أو البلدان العربية الأخرى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أننا سعيد جدا أنه في هذه السنة كان فيه مشاركة نظر معتبرة ومهمة جدا للفرق الجزائرية، نظرنا تقريبا أكثر من 150 مشارك ولا 250 فريق، فهذا شيء يفرحنا كثيرا ويعطينا من جهة
صورة على الأهمية اللي يوليها الشباب تاعنا المبتكرين لمثل هذه المواضيع الحساسة، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. ومن جهة أخرى كذلك يعطينا فكرة على المجهود الذي قام به فريق التنظيم والمجهود الإعلامي والمجهود التنظيمي حتى يصل إلى أن مثل هذه المسابقات تمس عدد كبير كثير جدا من المشاركين. فنظن أن هذه المبادرة ستكون مبادرة أولى، وإن شاء الله بعدها نكون مبادرات أخرى حتى نثمن نتائج مثل هذه المبادرات وتكون عندها أثر حقيقي في الميدان، باش تعرفوا إحنا مثل المبادرات نأمل منها أن تخرج منها مشاريع حقيقية تكون عندها بعدين خلق مؤسسات وحل مشاكل وتصدير تكنولوجيا منتجة محليا إلى بلدان أخرى، وهذا الطموح الذي نطمحه في مثل هذه المبادرات. ونظن أن فريق فيتوريس وكل الفريق العامل معه عندهم كل المؤهلات وعندهم كل الخبرة اللازمة حتى مبادرة مثل هذه تكون عندها صيت كبير وتكون عندها أثر حقيقي في الميدان، ويكون فيه خلق مؤسسات ناشئة في مجالات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي أو إنترنت الأشياء. ما نطولش عليكم، احنا سعيد جدا أني معكم اليوم، والوزارة لن تدخل أي جهد لمرافقة هذه المبادرة وكذلك مرافقة أصحاب المشاريع لينجحوا لما ينجحوش. كل المشاريع اللي نظن أن اليوم اللي قدروا أنهم يطرحوا فكرة أو منتج أو خدمة في هذه المبادرة فهم ناجحين. احنا عندنا وإحنا عندنا مسؤولية أن نرافقهم كلهم على أن هذه المشاريع تجسد معها ميدانيا وتصبح حلول حقيقية، تصبح مؤسسات وتصبح قصص نجاح إن شاء الله. فشكرا جزيلا على كل من قام على إنجاح هذه المبادرة، وإحنا نبقى في الاستماع لكل أطراف المشاركين وحتى المنظمين حتى تكون فيه أكثر أثر وأحسن نجاح إن شاء الله لهذه المبادرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا سيدي نور الدين الواضح على كلماتك الطيبة. الآن ننتقل إلى السيد عبود محمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Global Innovation and Entrepreneurship، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم، أهلا بكم جميعا وشاكرين على الدعوة الكريمة للمشاركة معكم في إطلاق ألجيريا IoT and AI Challenge. شكرا دكتور لطفي وكل فريق العمل بدولة الجزائر، وتمنياتنا إن شاء الله بالتوفيق لكم جميعا. سريعا I'd like أن أنا أتكلم على، أنا موجود هنا بتو هاتس، الـ IEEE TEM Society والـ Global Innovation and Entrepreneurship. سريعاً إيه هي الـ IEEE TEM Society؟ IEEE هي جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية، وأنا أشرف أن أنا نائب رئيس الجمعية لشؤون العضوية، ولجنة التكنولوجي، لجنة إدارة التكنولوجيا وريادة الأعمال. والIEEE تهتم منذ تأسيسها خصوصا هذه اللجنة بتطوير الابتكار والتكنولوجيا ودعم ريادة الأعمال على مستوى العالم، ومن هنا انطلق اهتمامنا بالشراكة مع كل الشركاء في مختلف البلدان العربية لإطلاق تحدي إنترنت الأشياء على المستوى العربي. سريعا، ما هو تحدي إنترنت الأشياء على IoT and AI Challenge؟ IoT and AI Challenge هو جزء من مبادرة ضخمة اسمها IoT and AI Challenge Initiative، بتضم فيها عدة مشروعات. المشروع الأول هو Arab IoT and AI، المشروع الثاني هو Africa IoT and AI، والknowledge hub في IoT and AI، وكذلك Global Conference of IoT and AI، والGovernment Industry Academia Initiative and Hub. الشركاء الرئيسيين IEEE Initiative طبعا بتعتمد على وجود ecosystem من أربع أطراف، هما الـ Government، الـ Academia، الـ Industry والـ Society. البيلرز اللي قائمة عليها هذه المبادرة هو التحدي واحد منهم، وهناك مؤتمر زي الـ GCIoT، وهناك الـ Conferences. عندنا شركاء المبادرة، عندنا الـ IEEE، IEEE TEM Society، الAfrican Council، Region 8، الITU، وكذلك عندنا شركاء في كل بلد عربي زي تدرا في الإمارات وكذلك TDRA في مصر. طبعا على مستوى اللوكل عندنا شركاء في كل بلد، نشرف ان شاركنا في المغرب، شاركنا في الجزائر هما Future Institute، وكذلك شركائنا زي ما حضراتكم شايفين في كل البلاد العربية، سواء جامعة قطر، جامعة البحرين، جامعة علوم التكنولوجيا، Innovation City في تونس،
وكثير من الشركاء على المستوى العربي. Next. طبعا الـ IoT and AI Challenge هو مش يعني ليست بمسابقة ولكنها مبادرة متكاملة هدفها هو البناء القدرات capacity building و incubation. وكل حكوماتنا العربية بتعمل على digital transformation, فعشان كده we have a very strong program. دي بعض اللقطات من النهائيات على المستوى العربي والمستوى الأفريقي. دي محاور المبادرة. التشالنج في ثلاث محاور, الستارتابس والجرادويشن بروجيكتس وكذلك المدارس. فيعني this is a quick introduction about the initiative. شكرا على الدعوة الكريمة, ويسعدنا إن شاء الله وجودكم ومشاركتكم معنا في كل هذه المحاور. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا محمد السيد محمد عبود لكلماتك الطيبة. الآن ننتقل إلى السيد مصطفى حسين مدير برنامج التحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي, فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. أولا أحب أرحب جميعا بالسادة الحضور, ويعني يمكن النهاردة one step more forward with the Algeria challenge. يمكن على مدار الثلاث أو الأربع سنين اللي فاتوا ودي السنة الرابعة, من كل سنة بيكون في progress كبير within the IoT challenges. السنة دي إن شاء الله هتكون أول سنة بيشارك فيها ألجيريا معانا. Let me take كده برضو a small introduction about the Arab IoT and AI challenge, ونبص سوا على البروجرس اللي كان بيحصل على مدار السنين اللي فاتت. One second to share my screen. Okay. طيب سريعا برضو يمكن مستر عبود تفضل وقال احنا اوريدي كعرب IoT and AI challenge هو pre incubation and building capacity program. البروجرام بدا باور مين بارتنرز هم IEEE و IEEE TEMS و GIE. يمكن البروجرام بيتنفذ حاليا في 12 دولة عربية, بنتكلم على مصر, على الجزائر, على البحرين, على تونس, على الامارات, على عمان, on the scale of المغرب وتونس وفلسطين وقطر والأردن ولبنان, ويمكن إحنا والسعودية, ويمكن إحنا ستيل إن شاء الله يعني على مدار السنة دي والسنة الجاية هنوصل لـ 16 دولة عربية بإذن الله. طيب البروجرام هو عبارة عن pre-incubation program أو مرحلة ما قبل الاحتضان. إحنا بنحاول إن إحنا نساعد طلبة المدارس وطلبة الجامعات والستارتوبس اللي عندهم innovative ideas في الأرياز بتاعت إنترنت الأشياء أو الذكاء الاصطناعي, بنساعدهم إن هم يحلوا المشاكل دي عن طريق البروجرام بتاع العرب, وطبعاً متمثل في كل بروجرام في كل بلد. طيب البروجرام هو مش مسابقة, هو إحنا بنعتبره it's like a challenge, تحدي. الفرق إن شوية التحدي أنت بتمر بأكتر من مرحلة, الغرض منها ان انت تتعلم وان انت تميك ا بروجرس حقيقي في الايديا بتاعتك او في البروجكت اللي انت شغال عليه. طيب ليه احنا يعني او وات از اور ميشن من خلال تحدي العرب, هو ان احنا نحاول نبيلد كواليفايد عرب كاليبرز, ان نحاول يكون عندنا جيل جديد من التيمز او الفرق العربيه تكون فعلا قادره ان هي تعمل تغيير في مجال التكنولوجيا. برضو احنا برادي بنشتغل في ثلاث محاور, يمكن كل بلد بتاخد ما يوافقها من هذه المحاور. يبقى عندنا تراك للجرادويشن بروجكتس, في تراك للستارت ابس, في تراك للهاي سكول او مقصود بطلبه المدارس او مدارس الثانوي. يمكن احنا مش عندنا تراكس معينه شغالين فيها, احنا اوبن لكل الافكار من كل النواحي. يعني احنا كان السنه اللي فاتت مشارك معانا فرق أفكار في مجال الهيلث كير, في مجال الترانسبورتيشن, في مجال السمارت هومز, في مجال الترانسبورتيشن. الفكرة كلها أن أنت يكون عندك فعلا idea you are willing to do and you are willing إن إحنا من ناحيتنا we are willing إن إحنا to support you in this idea في كل challenge. يمكن الستوري بدأت من 2016 بالchallenge in Egypt لحد 2018, ويمكن 2019 بدأنا للchallenge العربي, وحاليا احنا موجودين الحمد لله في 12 دولة عربية وفي 8 دول افريقية, ويمكن دي السنة الرابعة للتشالنج العربي. دي شوية انسايتس من الارقام
بتاعتنا السنين اللي فاتت. يمكن احنا شارك معانا اكتر من 500 مشروع من مشاريع المدارس، اكتر من 2100 مشروع من مشاريع الجدوشة بروجيكتس، اكتر من 350 ستارت اب شاركوا معانا في العرب تشالنج. يمكن ده كان اوريدي يعني اللوجوز او البراند بتاعت كل الدول العربيه اللي مشاركه معانا، ممكن نستعرضه سريعا. طيب احنا طبعا بنمر في مرحله التشالنج، يمكن هدي الفرصه اكيد للفيوتشرز انستتيوت بمجموعه من المراحل في الترينينجز، بس دي شويه فوتج سريعه من البيزنس ترينينجز والتكنيكال ترينينجز اللي كانت بتحصل. بعض منها كان بيكون اوفلاين، بعض منها كان بيكون فيرتشوال اكوردنج تو ذا بانديميك اند تو ذا كوفيد اللي كان حصل على مدار اخر سنتين. ده طبعا من الكوركس سبيشال بتاعنا اللي كان في العرب فاينلز اللي حصلت اول سنه في 2019 واللي كانت في دوله الامارات. يمكن السنه دي كان حصل والوينرز بتوعنا كانوا عملوا كان اداء رائع منهم، كان معانا مشاركات من دول فلسطين والامارات ومصر والاردن في النسخه الاولى. يمكن دول صور فوتج من الوينرز بتوعنا ومن التكريم اللي حصلوا عليه في النهائيات العرب. في 2020 الموضوع it went totally virtual and we have موروكو وشركة من الإمارات وشركة من مصر وفلسطين برضو والأردن، بس زاد عليهم المغرب وتونس في السنة الثانية. وكان عندنا أمي ساد تيم ده كان الوينر من موروكو للسنة الثانية. يمكن البروجرس الكبير كان السنة اللي فاتت وهو مشاركة 10 دول عربية معانا في النهائي العربي، وده كان حصل في جايتكس تكنولوجي ويك، وده صور من الفاينل بيتشنج للتيمز اللي كانت مشاركه معانا. طبعا جايتكس اتس ا هيوج ايفنت اند احنا النهائيات العربيه بتكون بارت دي. برضو فوتج من الوينرز بتوعنا، معانا وينرز من لبنان، من موروكو، من مصر، من تونس، من الامارات، من الاردن. فكان بروجرس رائع وكان فعلا حاجه مشرفه جدا. يمكن اخر حاجه هتكلم عليها وهو جزء احنا بنسميه الاي او تي اند اي اي نوليدج هاب. هو عباره عن احنا وي هاف لايك ا بلاتفورم، البلاتفورم دي عليها مجموعه من الترينينجز وفعلا من الديفرنت كايند اوف ماتيريالز بنقدر ان احنا نفيد بيها الناس سواء في المراحل الابتدائيه او اف ذي هاف ا لونج بروجرس وذي نيد ادفانسد ليفلز اوف ماني ترينينجز ان ذيس توبكس. الفكره كلها ان الترينينجز دي بشكل بانل دسكشنز بشكل ورك شوبس ليها اشكال كتيره، مش بس متعلقه ان اتس ا كورس وخلاص، لا. طبعا ده بيكون بالشراكه مع ماني تكنولوجي بارتنرز لايك امازون، لايك فودافون، لايك هير تكنولوجيز، لايك انتل، لايك يونيتي اند ماني اذر بارتنرز. ثانك يو سو ماتش، متشرف جدا بوجودي معاكم النهارده، وان شاء الله يكون عندنا فرصه اكبر ان احنا نتقابل وان احنا نشوف نلتقي بالتيمز الوينرز ان شاء الله. شكرا جدا. شكرا جزيلا لك حسين، السيد حسين مصطفى. الان ننتقل الى السيد اسكندر زواغي، استاذ مساعد ونائب مدير المدرسه الوطنيه المتعدده التقنيات في الجزائر، فليتفضل. مشكورا. بارك الله فيك. السلام عليكم. اولا في اول المطاف اود باسم مدير المدرسه الوطنيه المتعدده التقنيات وباسم المدرسه وباسمي أن أشكر كل الجهات التي تساهم في تطوير وتحسين النظام البيئي للابتكار وريادة الأعمال في الجزائر خاصة وفي كل الدول العربية عامة، أخص بالذكر في هذا الحدث القيم الوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، معهد فيتوريس وArab IoT and AI Challenge. المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات يعني تكن أهمية كبيرة للابتكار وريادة الأعمال وتعزيز البحث كذلك، وفي هذا النطاق هي تبذل كل طاقتها من خلال حاضنتها ومعمل تصنيعها أي الفاب لاب، وتقوم بالعديد من الأنشطة التدريبية والمشاريع التي تستهدف قادة المشاريع والطلاب من أجل تنمية روح الاستقلالية والإبداع. ومن خلال هذه الروح فقط أظن أنه يمكن لمهاراتنا التعبير عن نفسها بشكل كامل وتوجيه تنمية الاقتصاد، كما تلتزم كذلك بمبادرات التطوير في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات من خلال إنشاء تخصص في المدرسة للمهندسين في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي
وهذا من أجل تدريب المهندسين الذين يتقنون كل من التقنيات المختلفة والذين يمكنهم تقديم ابتكار في الصناعة. أشكر كل من ساهم في هذه البادرة القيمة، وأتمنى التوفيق لكل التيمز والطلبة، وبارك الله فيكم وشكرا ومرحبا بكم. شكرا لك سيدي إسكندر زواغي. الآن ننتقل إلى السيدة فتيحة سليماني عضو في المجلس الاستشاري عفوا في Futures Institute، فلتتفضل مشكورة. شكرا. مرحبا بالجميع، نحيي كل من سبقوني في التدخلات ديالهم، على رأسهم وزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة وكل المتدخلين. تحياتي من الجزائر إلى كل الحاضرين والمتابعين، كل باسمه ومقامه، خاصة في البلدان العربية المشاركة. سعيدة جدا بوجودي معكم في هذا حفل افتتاح تحدي العربي لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وسعيدة أكثر لكوني أحضر معكم بصفة عضو في هيئة المستشارين لأول معهد جامعي خاص معتمد رسمياً يقدم درجة ماجستير في التقنيات والابتكار. مسؤولية كبيرة على عاتقي، لأني أمثل زملائي في المجلس وهم قامات من الخبراء معترف بهم عالمياً، كبالكاسم حبة ونور الدين مليكشي وآخرين. أقدم نفسي سيدة فتيحة سليماني من الفاعلين في ميدان البيئة الريادية الجزائرية. حالياً أمثل برنامج المرأة القيادية الإفريقية Africa Women Leadership Program، سفيرة المجمع الإفريقي Cluster Digital Africa، عضو في اللجنة الاستراتيجية للمجمع الجزائري للفاعلين في ميدان الرقمنة، رئيسة اللجنة العلمية لتحدي المؤسسات الناشئة والابتكار المفتوح، المتحصلين مؤخراً في روما على جائزة أحسن برنامج في البحر الأبيض المتوسط في ميدان الاقتصاد الأزرق، مونتور كونسولر جاس كونسولر، ورئيسة شرفية في برامج محلية ودولية مع فاعلين آخرين في البيئة الريادية الجزائرية. هذا حالياً، وعملت من قبل لأكثر من 30 سنة كإطار سامي في الدولة، عينت خلالها لأكثر من 22 سنة بموجب مراسيم رئاسية كمكلفة بالدراسات بولاية الجزائر ومكلفة بمهمة على مستوى الوزارة الأولى. كان لي الشرف أن كنت كممثلة للإدارة من بين المجموعات الأولى التي أطلقت أسس البيئة الريادية للإبداع والتكنولوجيا والمؤسسات الناشئة في الجزائر. لقد جاء إنشاء واعتماد Futures Institute كنتيجة لوجود إرادة سياسية صريحة من أعلى هرم في السلطة في الجزائر، قررت الانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد المعرفة. يعتبر Futures Institute كمحفز هام لتسريع وتطوير وتدعيم البيئة الريادية وجعلها أكثر احترافية من خلال تمكين الشباب من تطوير مهاراتهم الأساسية ثم التقدم لاكتساب مهارات المستويات المتوسطة والمتقدمة من الدراية الرقمية، مما يجعلهم قادرين على المشاركة في القطاعات الصناعية الناشئة وإطلاق مشاريع الأعمال الخاصة بهم. يعتبر Futures Institute كحلقة هامة كانت مفقودة تربط بين قوتي العلم والتكنولوجيا وقوة الشباب من خلال حصص التدريب والبرامج المعدة من خيرة الخبراء الجزائريين في الداخل وفي الخارج المتواجدين في هيئة المستشارين والمؤطرين والمكونين بالمعهد، وكذا من خبراء دوليين معترف بكفاءاتهم دولياً في الميدان. وهذا يعمل Futures Institute تحت الباريناج نتاع وزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة. بالنسبة لنا فيعد تحدي العرب هذا والتحديات المماثلة له كفرصة ثمينة لنقل المعرفة والخبرة للشباب الجزائريين، وكذلك لتقليص الفجوة على اختلاف حجمها بين المجتمعات العربية
نفسها وبينها وبين المجتمعات المعرفية الكبرى، فذلك فرصة لتسريع التحول الرقمي في بلداننا العربية ليصبح كمحرك وكقوة دافعة لتحقيق نمو مبتكر وشامل ومستدام، حيث يعمل على توفير فرص العمل ومعالجة الفقر وتيسير توصيل السلع والخدمات، ويساهم كذلك في تحقيق وتجسيد أهداف التنمية المستدامة ل 2030 وكذا أجندة 2063 لبلدان الاتحاد الإفريقي، ولما لا إن شاء الله التسريع في تجسيد الرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي. شكرا جزيلا، أتمنى النجاح لكل لهذه الفعالية وللشباب الجزائري فيتوريس ولكل المتدخلين والمساهمين في تطوير البيئة الريادية للجزائر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك السيدة فتحة سليماني على هذه الكلمات الطيبة. الآن ننتقل إلى السيد فتحي خلفاوي المدير للحاضنة بجامعة قاسم رباح في ورقلة، فليتفضل مشكورا. إذا السلام عليكم زملائي الحاضرين المشاركين. إذا باسمي الخاص مسؤول الحاضنة الجامعية على مستوى جامعة ورقلة، وباسم جامعة ورقلة مديرها وكل الطاقم المسير لها وخاصة الطاقم العامل على مستوى الحاضنة الجامعية، إذا نبلغ تحياتي الحارة على كل هذه المناسبة السعيدة. إذا بالنسبة لحاضنتنا اللي هي حاضنة أكاديمية الموجودة تحت إشراف إذا المديرية العامة للبحث العلمي كمصلحة خاصة للبحث، المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من جهة، وثم مشاركة الوكالة الوطنية لتنمية الابتكار من جهة، دونك لونفرودات من جهة التطوير لافالوريزاسيون ترقية نتائج البحث العلمي، من جهة حرصها على أن تثمين أو متابعة البروسيس دانكيباسيون. إذا هذه الحاضنة الجامعية اليوم تشارك مع كزميلاتها معناها من الحاضنات الجامعية وكمختلف الحاضنات الموجودة على مستوى الوطني، بمشاركة أيضا وبإشراف إذا المؤسسة فيتوريس معناها بعد أن تم اعتمادها من طرف وزارة الستارت اب. إذا هذه المناسبة السعيدة معناها في الحقيقة باش نعملوا مع بعض حتى تكون فيه لصالح هذه الفئة طلبتنا المتخرجين من الجهة وطلبة حاملي الأفكار وحاملي المشاريع، حتى ننمي فيها هذه الروح معناها الروح المقاولاتيه، روح الابتكار. وفي الحقيقه نحن اليوم حتى تكون فيه نقله نوعيه بالنسبه لهذا الطلبه ربما عتادوا من قبل ببعض المسابقات ربما المحليه، بعض المسابقات الوطنيه اللي باش تكون فيه مسابقه معناها في اطار معناها اقليمي، باش يكون في بالنسبه معناها كثير من الدول العربيه، وهذه مناسبه حتى يكون فيه معناها تحسين لمستواها. ثم هذه النقطه فيه نقطه اضافيه ثانيه، ثم انه المحور المطرق اليه يتعلق باحدى التكنولوجيات الجديده. نحن الان في ثوره المعلوماتيه وثوره ما هو إذا الرقمنة، وفي الحقيقة معنا هذا باش يكون فيه مجال جديد جدا لحاملي المشاريع حتى يكونوا في هذا المستوى. ومعنا في الحقيقة لا 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 نفوت الفرصة بالنسبة لحاملي المشاريع باش تكون لهم هذه معناها الناجحين منهم باش يكونوا ناجحين، والآخرين باش يستفيدوا من الخبرة التي معناها سيرونها من خلال المنافسة ومن خلال التكوين الذي سيتابعونه، وكلنا إن شاء الله باش نكونوا في خدمة هذه الفئة إن شاء الله. وشكرا لكم. شكرا جزيلا السيد فتحي خلفاوي على هذه الكلمات. الآن ننتقل إلى الآن استشهد الإسلام منال بن محسن المدير العام لحاضنة الشركات الناشئة ببركلا. السلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته أحبتي إنما كنتم، سلام من الله عليكم وأجمعين، عساكم بألف ألف خير وطيب وعافية بإذنه تعالى. معكم بن محسن منال شد الإسلام، مديرة حاضنة أنتروجكس في ورقلة وفي دبي في الإمارات، وتشرف بأن أكون ها هنا باسمي الخاص وباسم فريق أنتروجكس كشركاء في هذه المبادرة الخاصة التي نأمل أن تكون إن شاء الله بادرة خير على الجزائر وعلى شباب الجزائر وشباب
الشباب العربي أجمع في تطوير مهاراتهم الخاصة بالذكاء الاصطناعي وبإنترنت الأشياء. نبذة عن محسن مناشد الإسلام، ثم نبذة أيضا عن الحاضنة وماذا نفعل في الحاضنة، وكيف سنكون إن شاء الله بإذن الله تعالى مواكبين لهذا الحدث الذي تزخ به الجزائر ولتفرح به الجزائر في هذه المرة لأول مرة بإذن الله تعالى. أجمعكم بالمحسن مناشد الإسلام كما أسلفت مديرة البرامج الخاصة بالاستدامة في شركة بيكر هوز، وأيضا خريجة برنامج القادة للسفارة الأمريكية في الإمارات وفي السفارة الأمريكية في الجزائر لريادة الأعمال والخاص بتطوير مهارات ريادة الأعمال في الشرق الأوسط، وأيضا مديرة الحاضنة الخاصة بريادة الأعمال وبالمؤسسات الناشئة في ورقلة وفي الإمارات. وسنكون إن شاء الله مع فيوتر، مع مركز فيوتر انترست، مع فيوترست في تكوين هؤلاء النخبة الخاصة بهذا التحدي. الآن سجدة، نعتذر لا نسمعك حاليا، لقد انقطع الصوت. هل يمكنكم سماعي الآن؟ الآن نسمعك جيدا. شكرا. لا 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 مشكلة. إذن كنت أقول أنه قد كان لنا الشرف في تنظيم لقاء الوزير ياسين وليد الذي قدم إلى الإمارات العربية المتحدة مع جاليتنا الجزائرية واللاعب وأهم الكفاءات الجزائرية الموجودة في الإمارات. وبنفس الأمر أيضا سيكون لنا الفخر أن نستقبل الفائزين من هذا التحدي إن شاء الله أيضا في الإمارات، ونقوم بتنظيم أيضا اللقاء لهم مع كافة اللاعبين في النظام المؤسساتي في الإمارات في هذا الأساس، ونقوم أيضا بتكوينهم مع ونرافقهم إلى حين ذاك إن شاء الله تعالى. برامجنا في الحاضنة متعددة، وسواء كانت من ريادة الأعمال إلى التقنية وأيضا إلى تطوير المهارات، فنستقبل إلى حد الآن استقبلنا أكثر من 150 متدرب معنا في الحاضنة، 50 منهم سيشاركون إن شاء الله في هذا التحدي، ونسعى إن شاء الله تعالى إلى أن نطور من هذه الآفاق وأن تكون هذه المبادرة مبادرة خير لبرامج أخرى نسعى من خلالها إلى تطوير الكفاءات الجزائرية وتصدير الكفاءات الجزائرية أيضا إلى الوطن العربي وإلى الخارج، حتى تسعى وحتى نقوم بتأكيد الكفاءة الجزائرية عالميا ليس فقط محليا إن شاء الله تعالى. شكرا لكم. شكرا جزيلا الآنسة شدى إسلام منال بن محسن على هذه الكلمات الطيبة. الآن ننتقل إلى السيد إسعد محمد، رئيس فيتشرز انستيتيوت، خبير دولي لدى الاتحاد الأوروبي، وكذا المدير العام لشركة إيفيبيما كونسلتنج، فليتفضل. مشكورا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد ممثل الوزير، السادة والسيدات ورؤساء الجامعات، السادة الحضور من شركة جي آي إل، السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويشرفنا أن يكون المعهد الجامعي فيتشرز انستيتيوت هو المنظم الرسمي المحلي للجزائر للتحدي العربي للإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي تحت الرعاية السامية لمعالي وزير المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة. نبذة عن معهد فيتشرز انستيتيوت. بسم الله. فيتشرز انستيتيوت يعتبر فريد من نوعه في القارة الإفريقية، ولكن بعد قبل ما نعرف فيتشرز انستيتيوت، هذا الصورة ترمز إلى ثانوية متواجدة في الشرق الجزائري بالضبط في مدينة الصديق، وصورة التقطت من مقر معهد فيتشرز انستيتيوت. هذه الثانوية تعتبر هي اللي ساهمت في تكوين عدة جينيراسيون، وهي تعتبر مهد لطموحات الطلبة في الشرق الجزائري. الصورة تمثل كذلك أربع أشخاص هم كانوا متواجدين في أوائل الثمانينات ما بين 1980 و 1982 في قسم الرياضيات في نفس الثانوية. في 2020 نفس الطلبة اللي كانوا طموحين في ذلك الوقت يتلاقوا بعد 40 سنة ويكونوا هما ينشئون معهد فيتشرز مقابل
الثانويه اللي رانا متواجدين في المقر تاع معهد فيتوريس انستيتيوت. هذه نبذه تاريخيه على التقاء هذا المكونين وال founders of the فيتوريس انستيتيوت 40 years after. يعتبر فيتوريس انستيتيوت it's the winning partnership. Futuris Institute is an example of a successful partnership between diaspora skills and also local dynamics. It's also interconnection of Algerian competence network through investment in the knowledge economy. Futuris Institute is a private university that has for training offer an innovative professionalism master unique in Algeria as well in Africa, which comes to meet the aspiration of thousands of young Algerian graduates and engineers wishing to develop their own technological companies known as startup. Futuris Institute also responds to the country pressing needs for skill training, innovation, and startup development that will help creating new jobs in the knowledge economy sector. The context of employability and entrepreneurship in Algeria. المحيط في بلد الجزائر خاصة في شغل أو employability of graduates of university عالي جدا يعتبر حوالي 30% أي خريجي الجامعات يتواجدون بدون عمل وهذا النسبة كبيرة جدا. إذا هذا الكونتكست فهو غير ملائم بالنسبة لخريجي الجامعات فهذا unfavorable. ولكن في نفس الوقت هذه الوضعية تعتبر opportunity for university graduates who wants to create innovative companies startup. لأنه هذا ال problem أو هذا المشكلة تعتبر opportunity في نفس الوقت. مع ذلك موازنة مع ذلك government is promoting the development of the innovative base of knowledge. إذن حتى السلطات العمومية فهي تشجع على اقتصاد المعرفة. Michael Porter said that innovation is the key of economic prosperity. So what is Futuris Institute? Futuris Institute first is a company. It's a private university, technological, dedicated to technological entrepreneurship and innovation. The target are training of futurists, of future creators who can create the value. So students is able to innovate and create his own business. Services are international courses, a practical training, and startup incubation. So Futurist Institute is a private high education institution, which was approved by the Ministry of High Education and Scientific Research for METI, Master in Technology, Entrepreneurship and Innovation. The objectives, the main objectives of the Master in Technology, Entrepreneurship and Innovation are training entrepreneurs and innovators, creation innovative companies in digital and smart technologies, and job creation in the knowledge economy. One of the unique value of the Master in Entrepreneurship is the training in the real world, which engages the student to create and develop their own startup through the courses by equipping them with skills and multidisciplinary tools in innovation and entrepreneurship. Futuris Institute has a professor, as you see on the screen. Most of them are from abroad over Algeria. We see Dr. Lotfi Belkhir. We see Mohamed Sinousi and Maran Alavi, Karen Lewis, and so on. Futuris Institute has also a staff, and we see also Dr. Belkhir Lotfi as academic director, Mohamed Isad as president of Futuris, and Ms. Belaba Senia as administrative manager. Futuris Institute has also the board of advisors, as you see, we have Professor Nordin Melikshi, Professor Begasim Habba,
بروفيسور محمد داشمي, بروفيسور أسماء عيمر, بروفيسور حميد باكري, and Mrs. فاتحة سليماني. The campus of Futurist Institute is located in Sétif, Algeria, in the business center in the sixth floor in front of Mohamed Karwani College. About the training, it is a hybrid training between emerging technology modules and entrepreneurship modules, and the duration is 2 years of study. Emerging technologies as Python programming, mobile application development, virtual and augmented reality, predictive and big data analytics, blockchain technology and application, artificial intelligence and machine learning. Those models constitute more than 60% of the technology most demanded by employers around the world, including the USA, as documented by an Intel report, creating lasting value in the age of AI and IoT. The entrepreneurship and innovation models are startup opportunity identification, green entrepreneurship, startup opportunity development, project management, startup opportunity land, academic integrity and meta learning. The digital tools used in training at Futurist Institute, we have the Microsoft 365 platform, which is a completely efficient collaborative platform with many application perfect for communication and student teacher interaction. We use also Mural tool as digital workplace for visual collaboration. At the end of the course, the benefit for student is a master's degree in technology and innovation entrepreneurship diploma, a startup created, and also a master's degree in a business communication in English. Thank you for your attention. شكرا جزيلا لك مستر محمد اسعد على هذه الكلمات الطيبه. الان ننتقل الى الدكتور لطفي بالخيل المدير الاكاديمي لمعهد Futurist Institute, فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم كل الضيوف الكرام او الاعزاء وال المشاركين في هذه الحفل الافتتاحي. معكم لطفي بالخير, دكتور الأكاديمي لفيتوريس انستيتوت. راكم تشوفوا في الشاشة نتاعي؟ نعم. أوكي. نعم. طيب, هذه إن شاء الله ستكون نبذة خفيفة وقصيرة على المشاركة وعلى التحدي على مستوى الجزائر, ثم والبلوغ إلى المشاركة والتحدي على مستوى العربي إن شاء الله في دبي. فيعني الميشن زي ما تفضل أستاذ محمد يسعد, سأنتقل بين العربي والإنجليزي حيث ما يتطلب الأمر إن شاء الله. Is to educate and train the Algerian youth to emerge as leaders in innovation, knowledge-based and sustainable economic development in Algeria in symbiosis with the national ecosystem. فاحنا نستعمل اللغة الإنجليزية كثير جدا, وهي اللغة للتدريب, لأنه أصبحت اللغة الإنجليزية نحب أو نكره هي اللغة العالمية لرجال الأعمال ولرواد الأعمال أيضا. فالتدريب والتحدي والمسابقة في الجزائر وفي دبي ومع كل الدول العربية ستكون بالإنجليزي. فهذا يعني باش نوصي كل المشاركين أنه توجدوا راحكم يعني للتدريب وللتواصل والمشاركة في التحدي باللغة الإنجليزية. فهذا يعني فرض علينا وهو الآن السبيل الوحيد للمشاركة على المستوى العالمي في ريادة الأعمال. فخلينا أولاً نعطيكم نظرة على عدد المشاركين في هذا التحدي على مستوى الجزائر لأول مرة. فأحنا في حقيقة فوجئنا بالعدد المهتمين والمشاركين, ويعني أيضاً بنوعية المشاركين أيضاً في هذا التحدي. فوصلونا 205 registration أو تسجيل على مستوى 34 ولاية في الجزائر,
وأيضا مشاركين من فرنسا باريس، ومشاركين من أليكانت إسبانيا، ومشارك واحد من مدينة برلين من ألمانيا. طبعا هذا كلهم الحمد لله ونفخر بهم، كلهم جزائريين من مستويات عالية، أقلها هي لا ليسانس، لكن توصل أيضا إلى أساتذة الجامعة وباحثين إلى آخره. فهذه أيضا وصلونا من 43 تخصص، وما فقط في التخصص التقني، ف50 من الكمبيوتر ساينس، 22 من الكتريكال انجينيرينج، 14 من الاوتوميشن، 14 من الارتفيشل انتليجنس، 5 نتورك ادمنستريشن، ميديكال فيلدز، ماثيماتكس، اجريكلتشر، تيليكوميونيكيشنز، انفورميشن سيستم، اندستريال انجينيرينج، كمبيوتر انجينيرينج، اندستريال انجينيرينج، hydrocarbon, finances, history, environment, communications, transportations, renewable energy, robotics, mechatronics, material science. وهذا الشيء اللي نبحث عليه، هذا الشيء اللي نريده، لأنه تطبيقات الذكاء الاصطناعي والإنترنت of things يعني ينطبق على كل المجالات الصناعية والاقتصادية. وهذا الحقيقة الغاية من وراء هذا التحدي. وايضا من ناحيه المشاركين يعني جاءوا زي ما تشوفوا 27% تقريبا من الاندرجراديت اللي هو البريمي سيكل ليسانس، واكثر من 50% من الجراديت اللي هم الدوزيام والتروازيام سيكل يعني الماجستير والدكتوراه، لكن فيه يعني عدد لا باس فيه من الباحثين والاساتذه الجامعيين بروفيسورز تيتشينج اسيستنتس بي اتش دي ستودنتس، ايضا من الشركات الصغيرة والناشئة CEOs and founders وماستر إلى آخره. فأيضا هذا يعني بشارة خير إن شاء الله، وشيء اللي يخلينا نتحمس كثير لهذا المشاركة يعني اللي very 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 broad يعني على مستوى واسع جدا. الآن ما الذي سيحصل بعد هذا الافتتاح هذا؟ فراح الآن بعد ما ننتهي اليوم إن شاء الله، كل المشاركين اللي شاركوا اليوم واللي سجلوا راح يجيهم registration form يعني تسجيل، فرصة التسجيل للتدريب، وراح يكون تدريب يومين، يوم الجمعة والسبت القادم إن شاء الله 29 و30 جولاي، وفي كل يوم راح يكون تدريب مكثف يعني accelerated training. في كل يوم راح يكون فيه two sessions يعني ندوتين أو وكل ندوة فيها من 9 إلى 12، ثم يكون في غدا من 1:30 إلى 4:30، وكل ندوة راح تكون فيها يعني one hour and a half seminar راح يكون فيه يعني إلقاء، وأنا شخصيا راح نكون بهذا أعطي هذا الإلقاء، ثم تكون فيه ورشة عمل أتولي workshop تاع 1:30 ايضا، ويكون فيه كوتشز ويكون فيه منتورز اللي ممكن راح يساعدوا ويوجهوا في التوجيه لكل المشاركين. فهذا من ناحيه التدريب المكثف. فين راح يكون التدريب المكثف الان؟ خليني اعطيكم نظره على التايم لاين. فالانونسمنت ديسيمينيشن هذه درناها لاعلان هذا البرنامج كانت في شهر 6 او شهر جون، والتيم ريجستريشن أو التسجيل كان انتهى في 18 جولاي يوليو، واليوم فيه الافتتاحية لهذا التحدي opening ceremony، ثم بعدها الأسبوع القادم يوم السبت يوم الجمعة ويوم السبت راح يكون فيه التدريب المكثف accelerated training 2 days، وبعدها راح تكون فيه video submission. كل الفرق لازم تقدم بعد هذا التدريب قدم فيديو 3 دقائق اللي عليها راح تكون يعني الكلاس مول أو يكون الجاجينج، اللي باش نختار من هذا المشاركين 15 فاينالست اللي راح يشاركوا في التحدي المحلي هون في العاصمة على أساس هذا 3 دقائق الفيديو 3 دقائق. وفي 20 أغسطس إن شاء الله، فهذا الفيديو سبميشن آخر يوم راح تكون 13 أغسطس، في 20 أغسطس راح يكون إعلان على 15 هذو الفائزين أو زي ما نقولوا السمي فاينالست ما هو الفاينالست دومي فينال،
راح يكون عليه إعلان، وبعد هذا ال 15 راح يكون فيه أيضا ورشات تدريب أيضا أدفانسد يعني أيضا مكثفة لهال 15. حتى اليوم مشاركة في الأرجيريان ديمو داي اللي راح تكون في الجزائر العاصمة إن شاء الله. ومن هال 15 راح يكون مجلس قضاة اللي راح يخيروا الثلاث فائزين هذو ليوصلوا النهائيات في دبي الفاينالست announcement of selected team. من كل إذا يكون في ثلث فرق، من كل فرقة يكون ممثل واحد اللي يكون عنده فرصة باش يروح يشارك في دبي. وتكون ونشكر هيئة العرب IoT and AI challenge على يعني التزامهم بكل تكاليف السفر واللجوء في دبي على حسابهم هم، وهذا يعني شكرا جزيلا لهم لهذا الدعم المادي المهم لهذا الثلاث فائزين إن شاء الله ليروحوا لدبي. أما من ناحية التدريب، فالتدريب راح يكون في ثلث مناطق أو ثلث مدن، مدينة الجزائر وفي ليكول ناسيونال بوليتكنيك. ونشكر الدكتور إسكندر زواغي ومدير ليكول ناسيونال بوليتكنيك لكرامتهم ولتحمسهم يعني لهذا التحدي، وأيضا يعني توفيرهم للكل يعني الانفراستراكشر والأماكن واللوجيستيك اللي تتطلب اللي راح يتطلب هذا التدريب إن شاء الله. والثاني راح يكون في مدينة سطيف ميزي بيبليك ناسيونال دو سيتيف، والثالث راح يكون في مدينة ورقلة. ونشكر دكتور فتحي والأنسة شادة على أيضا يعني تكلفهم بكل يعني المتطلبات واللوجيستيك والتدريب اللي راح يتطلب هذا الأمر أيضا. فإحنا يعني نعتز ونفخر ونشكر هذا البارتنرز، هذا الناس يعني اللي بتحمسوا معنا واللي يشاركونا على يعني فترة قصيرة جدا يعني لخدمة المشاركين ورواد الأعمال في الجزائر. فالآن من ناحية تسجيل لهذا التدريب المكثف، كل فريق لازم يسجل ولازم يختار هل يريد التدريب في إحدى المدن هذه أو يكون التدريب عنده إذا ما قدر يسافر، ما قدرنا على تكلفة السفر، أنه يختار أنه تكون في مكان في مدينتهم الأصلية، يعني ما هو في البيت لما ممكن نقول هوم سايت يعني الهوم سيتي، يعني يشوفوا يختار مكان اللي تكون في إنترنت وممكن يلتقي الفريق كله ويشارك من هناك. طبعا احنا نفضل المشاركة في احدى المدن لانه راح يكون فيه يعني ورشة عمل، يكون فيه توجيه من ناحية الكوتشز الى اخره. اما اذا كان في مدينة الأصلية فراح يقدروا يعني يواصلوا اللقاء والندوة، لكن في ورش العمل راح يكون يعني بغير توجيه، يعني ما يكونش فيه كوتش. فلكن احنا نعرف انه مش كل الناس يقدروا يعني يشاركوا في الندوات هذه في هذه المدن، ولذلك يعني اعطينا الخيار. وايضا ليختار تريننج سايت يعني انه وحده يعني يكون في احدى هذه المدن، احنا اللي رايحين يعني نقول لكم ما هي المدينه اللي تكونوا فيها، لانه we have to assign people according to availability according to distance. يعني ما نقدر كل الناس مثلا نحطهم في مدينة الجزائر أو مدينة سطيف، لأنه الحمد لله وما شاء الله يعني عدد المشاركين كبير جدا. أيضا للفرق التي تختار أنه تروح تشارك في التريننج سايت، عدد أقصى عدد ممكن يشارك في الفريق هو 4 مشاركين. احنا عارفين أنه في بعض الفرق اللي توصل حتى 7 مشاركين، فهذا يعني إذا بقوا في مدينة الأصلية فهذا ما هو مشكل. أما إذا انتقلوا في إحدى السايتس هذو فأقصى عدد هو 4. أيضا لا نسمح بفريق واحد فقط. إحنا نعرف أنه بعض فيه الفرق اللي يحبوا يشاركوا كفريق كمشارك واحد، فهذا في الحقيقة يعني غير مقبول ولن يسمح بذلك. وأيضا كل فريق
ليجي يحضر التدريب المكثف في احدى المدن لازم يجيب عليه at least one laptop ليكون عنده الانترنت كونكتيفيتي، لانه ايضا راح لا يمكن عمل في ورشه العمل بدون لابتوب، ولا نشجع انه الناس يجي يحاولوا يديروا كل شيء على السمارت فون، فهذا ايضا غير ممكن وغير مقبول. ثم ايضا اخيرا لانه فيه امور امنيه ولازم نبلغ الاسماء والرقم التليفون والايميل للمشاركين، لا يسمح بتغيير اسماء المشاركين. يعني اذا مثلا اذا فريق قال هذا الاسماء تاع ثلاث هذا المشاركين راح يجيوا مثلا للبوليتكنيك في الحراش مدينة الجزائر، وبعدها يحاولوا يغيروا هذه الأسماء، فهذا لا يقبل. فلازم أسماء هذيك اللي تجي باش نسلمكم الباج، وإلا يعني ما يكونش فيه تغيير غير مسموح. فهذا بعد التدريب زي ما قلت لكم راح يكون فيه 15 الفائزين بعد فيديو سبميشن راح يجوا للجزائر إن شاء الله، وتكون يعني المسابقة المحلية على مستوى الجزائر في 10 سبتمبر 2022، والفائزين هذو اللي يطلع منهم ثلاث فرق زي ما قلت، وكل فرقة يسمح لها بممثل واحد لتكون التكاليف تاعو كلها يعني محمولة على من جانب Arab IoT Challenge باش تروح أو يروح إلى دبي كي يشارك في مدة 4 أيام في التحدي العربي في جايتكس ويك. وهذا التحدي العربي راح يكون زي ما قلنا في مدينة دبي بين 10 و14 أكتوبر إن شاء الله. فهذا هذه نهاية اللقاء تاعي، والآن ممكن نتلقى بعض الأسئلة. فنطلب إن شاء الله أن كل الناس عندهم أسئلة أن يكتبوا الأسئلة تاعها في الشات، وستوصلني إن شاء الله وممكن نجاوبكم يا أما بالعربي يا أما بالإنجليزي حيث الأمر يتطلب إن شاء الله، لكن الأسئلة ممكن تكون بالفرنسي أيضا لمن يريد. وشكرا. هل في أي أسئلة؟ Okay, how is the video submission? The video submission is going to be a link to a YouTube video that you put on a private link, and it will be essentially sent to us. There will be a jury of several judges that will judge the video. The video submission must be in English. French or Arabic will be immediately eliminated. No Darja, no Arabic, no other than English. English is the must-use language for the simple reason that whoever is interested in competing in any competition, pitch competition around the world, has to pitch in English. All the participants of the 12 Arab countries, and I mean Arab countries, all pitch in English. So this is why the training is only going to be exclusively in English. In terms of the home site, is the workshop going to be online? So there will not be any workshop online. There will be a lecture online, which I will give. And then there will be instructions to conduct the workshop. And if you are at your home site, you essentially will be on your own to do your own workshop. You won't have any coach. If you are on one of the training sites, whether it's L'UNP Algiers or Sitif or Wurgla, you will have coaches during the workshops who can actually help you answer questions, guide you, and so on. This is why we're encouraging everybody to try to make it to one of the training sites. كيف تشكل الفرق بالنسبة للمسجلين فردياً؟ This is a contradiction. There is no فرقة if you are مسجل فردياً. So you first have to find a team in order to be able to register. If you haven't registered as a team, and you will have to register as a team, you won't be allowed to compete. I am sorry. ما هو محتوى الفيديو؟ محتوى الفيديو راح يكون على حسب التدريب. فالتدريب راح يدلكم على راح يعطيكم يعني
شو structure of the pitch. وهذا البيتش هو نفس البيتش اللي راح ايضا تعطوه في راح يكون في دبي ايضا. فوي يوز ذا سيم جادجينج كرايتيريا ذا سيم بيتش ستراكشر اند ذا سيم تايم ذوز هو ويل بي ايبل اند لاكي انف تو جو تو دبي ويل اولسو هاف 3 مينيتس تو بيتش ذير بروجكت تو ا سيت اوف جادجز سو وي ار الايند along the same lines as the Dubai competition. Good question. Concerning the product service, il faut un prototype ou des produits finis? Not a finished product, but a prototype, a working prototype. No, now we understand prototypes come in very high levels of fidelity. The higher the fidelity of the prototype, the more chances your score will be higher and your ability to compete at the Dubai level will be higher. You have to understand, competition in Dubai is very, very tough. You'll be dealing with teams, startup teams from 11 other countries who have been working on their startups maybe for a year or two. The only criteria is that no startup that is a registered company with a finished product will be allowed to compete. So we're only talking about startups in the seed stage who are working on prototype, but don't have yet maybe customers who don't have a finished product, but still have something working. So we encourage you to work very hard on getting at least a prototype that gives the user experience. But the prototype is not enough. In the training, you'll find out there is also a market analysis. There is a competitive analysis. There is an intellectual property analysis. There is, even for the advanced training, there will be more of a financial planning as well. So this is why the training is going to be very important. And on that basis, to essentially develop a project. We're not looking for cool products. We're looking for exciting startups. And that's really the challenge. هل يمكن تغيير الفريق المسجل في البداية. Yes, as long as it's a final change in the registration form that you will be getting either tonight or tomorrow morning, you will have a chance to change some of your team members. But once you register them, that's final. And you won't be able to change them again for the training. هل يرافق التسجيل, can the registered project at first be changed for video submission? I don't understand this question. The registered project right now is just a description of your project. You will receive the training, and after the training, you will have time to work on your video. And that's the only submission. We're not asking for a PDF, we're not asking for a PowerPoint, we're not asking for a description or Word document. Only a 3-minute video along the structure of the pitch. So that's it. What about similar projects? So if you mean by that, if there are any other competing projects to yours, again, this will be judged during the video submissions. These videos are going to be confidential. They're only going to be available to the judging committees. They won't be shared with anyone else. But if there are projects that are similar, the judging will be based on the criteria for which you'll be trained on how good is your market analysis, what's your business model, how well is your product working, what is the total potential, and how good is the team, and can it deliver? How many teams are currently competing? Well, we had 205 projects registered. We have not gone through in details through the quality, but at first glance, a lot of them are very good. And so 205 teams, we will see how many will register for the training. And whoever does not register for the training is automatically eliminated. So training is mandatory. And only those who will go through the training will actually be invited to submit video submission, no one else. Any other questions?
Does it have to be an established and existing startup, or is it okay to participate as a team of students? Excellent question. It does not have to be a registered company. It can be just a project team, a team of students that has just formed. It can be a project that has a startup label but has not incorporated or registered the company. It can also be a registered company, but that is not commercially viable yet. Means they have not started selling their products. For those that are registered and selling their products, those are too advanced because this is a pre-incubation phase and they will not be allowed to compete. هل يمكن تغيير الفريق? Can we modify the team members? Do you choose participating? We don't choose anyone. We don't choose the projects. We don't choose the teams. You are the leaders. You are the entrepreneurs. You make those decisions. We're here to train you and to challenge you. And it's up to you to rise up to the challenge or not. And that's how the selection happens. We are two person, we can practice with two projects, we can enter two projects. No, only one project per team will be allowed. So when you receive the training, during the training, excuse me, you have to pick one project for which you're going to develop. Because the training, in the workshops, you're going to have to do a market analysis, you have to do a rapid prototyping, you have to do business model development, you have to do competitive analysis, and you have to do a first pitch. So you can only do it for one project, trust me. And even for one project, it's a lot of work. On the other hand, later, if you want to do it for the video submission and switch to another one, that's fine, but you can only submit one. For people who are in foreign country, can't we opt for training? No, everybody has to do the training. This is what's unique. And you will see, you may have had training before that, but I hope you'll see that this is different. Plus, really, you need to be aligned with the structure of the pitch. And unless you receive the training, you're not going to know how to do it. But you are welcome to participate as a home site for the training. And if you have experience or you have access to other coaches in an incubator, say in Berlin or France or Alicante, you're welcome to do so. In fact, you're welcome and you're encouraged to go to an incubator where you will be able to actually get access to some coaches. We are able now to change some members. Yes, you are. In the case of having team members in different cities, what would be the solution for the training? If you're a team, you have to get together. You're welcome to come to one of our training sites, or you're welcome to travel to where you have more team members and attend the training there. Each team will only have one Zoom connection and you have to be there. Again, if you're really serious about doing a startup, why wouldn't you be able to get together and travel to be all together? Virtual can have its limitation. What are the criteria for selections? I think I've mentioned that. Will be market analysis, business model, advancement of the prototype, intellectual property, and the quality of the team and the quality of the pitch itself. Are we able now? Okay, I think I've answered most of the questions. If there are any, we still have some time, but please send them right away. Or if you have to send them again, do it. The judging depends on project nature or what? It depends on the quality of the project and the quality of the team. And what I mean, it doesn't, as long as it's some application of IoT and AI, it does not matter what the product looks like, what the sector is, what the application is, what industry it is. What matters is it really innovative? Does it have a large market? Does it work to some extent? Does it have a strong business model? And does it have a team that can deliver? Grosso modo, these are kind of the judging criteria. It can be anything. It can be a product or service, can be hardware or software, it can be a mix. That does not matter. There's a question. Okay, do we need to make, please write your questions in the chat because it's very hard to allow you to, I see a hand raised.
Do we need to make a working model for the video submission, or can we just use abstract explanation with images? Do the best you can. The more advanced your prototype, the more chances you will be to be able to select it to make it to the finalist. But however, we don't want to exclude people who may have an excellent idea or a project. You could have simulation. If it's software, you could have a user experience, screenshots to show the user experience, which sometimes is more important than the code itself. And that user experience very often gives a very good idea. So part of the training will cover rapid prototyping, user experience, and all of those things to help you. But as I said again, we've seen teams that had no working prototype, but really a very strong opportunity win, whereas some who may have a working prototype but have very limited market or a very poor business model lose the competition. So it's not all about the prototype or the product. It's about the whole thing. One of our team members is out of Algeria. Is it fine if he doesn't join the training? Yes. As long as some of the training team of the team is able to attend as a team in the either home site or the training site. In fact, if your team has 5 members, we only allow a maximum of 5 members to come to the training site, and the 5th one would have essentially to participate virtually. Okay, so it's 4:20 right now. We have to close in about 10 minutes. We can take one last or 2 questions. If there are any other questions that I haven't addressed, we will address them and publish them on our website and our Facebook page. If the prototype AI is still in development, will the project? No, no project will be rejected, even if you have no prototype at all. Again, as I said, if you don't have a prototype, but you have a very compelling and very crisp idea of what the product is going to do, then give us a user experience. Images, like the first Airbnb pitch was actually just user experience screenshots. Question, what does the winning project get? The winning project gets a trip, a free trip to Dubai, fully paid, the opportunity to see other startups from around the world, to be exposed to the whole world during JITEX Week, which is one of the biggest trade shows in the world. You have people from all over the world, literally coming. Every country is almost there. And that's an experience of a lifetime. It's worth a lot more than all the money you could possibly imagine. When will the team be selected? I think I've covered that in my presentation. It's not a slide presentation, it is a video submission. So be careful not just to give us a PowerPoint in the video. You can, but you may want to make it a little more innovative than that. I think I'll really stick with the number of slides in the presentation. I said 3 minutes video submission, not a PowerPoint. However, those of you who just want to do a PowerPoint, again, that's not going to eliminate you, but I'm just going to tell you one thing, is that you need to be original. You need to be innovative. This is about innovation and entrepreneurship. Don't copy anyone else. And the more original, the more unique, the more chances you have to advance to the next stage. Okay. All right. So the timeline again, let me share it. So here's the timeline. So we are today here, the opening ceremony, July 23rd. The accelerated training, as I said, will happen next week. So today or tomorrow morning, you will receive a registration form. You will have 48 hours, and I mean 48 hours to register, because we have to print out the badges. We have to communicate with our training sites. What is the list of people who will be coming? There is a lot of logistics that need to be taken care of. We apologize for having it a little rushed, because we are really started late. Next year, inshallah,
excuse me. We'll have more time. Then you will have about 2 weeks to prepare your video submission. Two very busy weeks. August 20th, 1 week later, because we do expect a lot of submissions. We want to give our judges some time to do the scoring. And August 20th, we will announce the 15 selected teams that will be essentially invited to the Algeria Demo Day on September 10th. During those 20 days, from August 20th and September 10th, there will be additional training, coaching, and further development of that pitch. And then on September 10th, there will be a big gala. We will be inviting, inshallah, the Minister Wadid and other dignitaries in the area. Also the Ministry of Higher Education and other as well. So we hope, and this is where the 15 teams will again present 3-minute pitches as usual. And then there will be judging and the selection and the announcement of the 3 top winners. And then those 3 top winners, we will book for them and a trip to Dubai to essentially be there on October 9 and to be able to start competing and participating in this Arab Challenge from October 10 to October 14 during JITEX week. Okay, so this is it. Before we close, I would like to invite everybody to turn on their cam. We would like to take a group photo and give us a broad smile. And I would like to see if our Master of Ceremony, Ms. Sarah Abdullah, would like to say a few words to thank our audience. I want to personally thank you for your amazing participation. And let me pass it on to Sarah. Thank you so much, Mr. Lutfi Belkhir, على هذه المعلومات والتوضيحات والإجابة على الأسئلة أسئلة الحضور. وصلنا معا إلى ختام هذا الحفل الافتتاحي. ومن هنا نقبل رسميا على انطلاق وبداية تحدي العرب بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في نسخته الأولى بالجزائر. شكرا لحضوركم جميعا، ونقدم جزيل الشكر للسادة المشاركين وعلى إلقائهم هذه الكلمات الهادفة والمناقشات المثمرة. وشكرا لكل مشاهدينا. الآن نود أن تفتحوا كاميراتكم من أجل الصورة الجماعية. عندنا several screens، ابقوا معنا إن شاء الله. أعطيونا أحسن ابتسامتكم. وهذه آخر صورة. نشكركم جزيل الشكر على مشاهدتكم لهذا اللقاء. نشكركم جميعا وإلى اللقاء. شكرا جزيلا. وإلى اللقاء إن شاء الله في حصص التدريب. السلام عليكم. Thank you. لقاء. Thank you very much. سلام. Thank you all of you.